بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، ولا زال الكلام في الأسطورة 32. أبطل باطل من أجهل جاهل، قال تدحض في بولك. قلنا في هذه الأسطورة عدة مقاطع ووصلنا إلى المقطع السابع. المقطع السابع قال ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي ذر أنه لم ير ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة. أقول في صفحة 249 انتهى ما نقله ابن تيمية عن الدارمي، وقد أيده ابن تيمية في أن الأحاديث كانت في المنام، لكن ليس مطلقا، بل فقط أحاديث رأيت ربي التي كانت في المنام في المدينة، أما رؤية اليقظة بالفؤاد مرتين فقد ذكرها تيمية وأكد عليها، ونقل هذا عن ابن عباس في تفسير آية النجم. قال تيمية في صفحة 249 فعثمان بن سعيد الدارمي قد ذكر ما ذكر عن العلماء أن هذا كان في المنام بالمدينة. التفت جيدا أن هذا كان في المنام بالمدينة، لم يكن يقظة، مع تثبيته لهذه الأحاديث، ولم يجعل ذلك الحديث في مكة لأنه كان بالمدينة في المنام، إذ قد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول رآه بفؤاده مرتين. لاحظ، يريد أن يؤكد فقط أن هذا الكلام يخص الرواية التي حصلت في المدينة وهي في المنام، أما رؤية اليقظة باقي أنواع الرؤى، رؤية اليقظة بالفؤاد قال هذه غير مشمولة، ويؤكد هذا في الكلام، يقول ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول رآه بفؤاده مرتين، ويذكر ذلك في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى كما في سورة النجم، وهذا يقول وهذا إنما كان بمكة. مر علينا بعض الكلام عما يخص رؤيا المدينة وما يخص الإسراء والمعراج والرؤيا في مكة. أقول فثبتوا هذه عندكم، فإنه بعد ثبوت رؤية اليقظة بالفؤاد فتكون كل الردود التي سجلها الدارمي وأقرها تيمية لا تصلح ولا تصلح للرد على المريسي أو الرازي أو غيرهما من الجهمية، لأن كلام الجهمية على أقل المحتملات فهو يشمل رؤية اليقظة إن صحت، وها هي ثابتة عند تيمية وأئمته أيضا ثابتة عندهم، ولمرتين على الأقل، هو الذي قال رآه بفؤاده مرتين، فإذا كان الجهمية، إذا كان الرازي وباقي الجهمية أعطوا هذا الحل، أعطوا التأويل، أعطوا التفسير، أعطوا المعنى بناء على ثبوت رؤية اليقظة على أقل تقدير التي هي بالفؤاد، ونحن قلنا هم على كل الاحتمالات أعطوا التأويل، سواء كانت رؤية يقظة بالعين أو يقظة بالفؤاد، وقلنا طائفة منهم يقولون حتى لو كانت رؤية في النوم في المنام أيضا نحتاج إلى التأويل.
إذن أقول ثبت، فإنه بعد ثبت رؤية اليقظة بالفؤاد فتكون كل الردود التي سجلها الدارمي وأقرها تيمية لا تصلح ولا تصلح للرد على المغيسي أو الرازي أو غيرهما من الجهمية، لأن كلام الجهمية على أقل المحتملات فهو يشمل رؤية اليقظة إن صحت وهي ثابتة عند تيمية وأئمته ولمرتين على الأقل. على الأقل ثبتت رؤية اليقظة بالفؤاد. إذن ولو ثبتت رؤية اليقظة بالفؤاد فإذن لا يتم كلام التيمية وأئمة التيمية على الرازي وعلى الجهمية، فلا يصح الرد على الجهمية بأنها كانت رؤيا منام لأنه ثبتت رؤية يقظة أيضا، ومع ثبوت رؤية اليقظة بالعين كما ثبتها ابن تيمية لاحقا، ونحن تحدثنا عنها أبلغ ما يقال، كما ثبتها ابن تيمية لاحقا تحت عنوان أبلغ ما يقال، فتكون المسألة أوضح فيبطل كل ما سجله أئمة التجسيم التيمي على أهل التقديس والتنزيه بزعم أن الرؤية كانت في المنام. هذا قلنا أقول أولا. الآن ثانيا أيضا قلنا ونكرر ونؤكد أن ما يقال ويسجل من إشكال على رؤية اليقظة فإنه يقال على رؤية النوم القذة بالقذة، وما يقال عن رؤية الدنيا يقال عن رؤية الآخرة، وما يقال عن رؤية الدنيا يقال عن رؤية الآخرة أو الرؤيا في الآخرة. فعلى أهل التنزيه والتقديس من الأشاعرة والمعتزلة التحلي بالشجاعة والثقة بالنفس وبالحق التنزيهي الذي يتمسكون به، فليعلنوها صراحة وللملأ جميعا أنهم وكما قال ابن تيمية نفسه أنكم ترفضون كل الروايات التجسيمية الأسطورية سواء كانت في اليقظة أو في النوم أو في الآخرة، فكلها مخالفة للتقديس والتنزيه، لأن التيمية دائما يحتجون عليكم ويتغلبون عليكم عادة في رؤية الآخرة التي تتحرجون وتخافون إنكارها وإبطالها، فعليكم طرح كل روايات التجسيم ما دامت تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى في التقديس والتنزيه، وإن كان الراوي مسلما أو البخاري فضلا عن غيرهما فلا قدسية إلا لكتاب الله تعالى ولا قدسية إلا للتقديس والتنزيه الإلهي. ثالثا وكما قلنا لا فرق بين اليقظة والنوم في مخالفة التنزيه والتقديس والهتك بالذات الإلهية المقدسة واستلزام الشرك والوثنية وانفتاح أبواب التغرير والتضليل الشيطاني على مصاريعها. وأقول هنا إن شيخ المجسمة الحشوي يؤكد على إمكان أن يرى الله على كل حال وفي كل صورة، يعني مليارات الصور لله بحسب مستويات الإيمان والكفر للناس وحسب الأجناس والأعراق والمواطن والأماكن والأزمان، ومع التعدد مرات النوم لكل إنسان طول حياته فإن مليارات 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 الصور للرب. والآن التيمية لا مشكلة عندهم في هذا، ولكنهم يفكرون كيف يمكنهم عمل مليارات محفظات وألبومات للصور وتصنيفها بحيث يسهل على أي إنسان الوصول إليها حتى مع عدم وجود النت أو الحواسيب وغيرها من أجهزة إلكترونية. رابعا أقول نعم هذا ما يزعمه ابن تيمية وما يستلزمه حشو كلامه الخرافي، إنها مليارات الصور التي يراها الناس في النوم وكلهم يقول رأيت الله وهو الله كما يدعي ابن تيمية، وكلهم أو جلهم أو الكثير منهم يعني المليارات سيتكلمون مع الله ويسمعون من الله فضلا عن مشاهدة حركات وتصرفات ومواقف الله في النوم. خامسا نعم كلهم سيدعي ويؤكد ويصدق ما شاهده وسمعه من الله، فكلهم قد أوحي إليه بالنوم وفي النوم، وكلهم صادقون لأنهم رأوا الله كما يدعي ابن تيمية
وكل واحد حسب مستواه طبعا. ولا يعقل أن الله تعالى يكذب عليهم ويستحيل أن يكذب عليهم في فعله أو موقفه أو كلامه. إنها الوثنية من أوسع الأبواب ومن كل منافذ الشيطان وكل شياطين الإنس والجان. سادسا، إن الوثنية والخرافة والخزعبلات الأسوأ الأفحش على طول التاريخ. فيصدق عليك يا تيمية ما قلته أنت بنفسك فأدنت به نفسك قبل غيرك، حيث قلت وهذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل، فهذا ينطبق عليك بالأولى من غيرك وبالأولوية القطعية ينطبق عليك، فهنيئا لأتباعك بأجهل جاهل وبأبطل باطل. وأما فحشك وفحش أئمتك وقولك كم تدحث في بولك، فنترك للإنسان المنصف تصديق هذا الفحش وتطبيقه ومعرفة من الأولى في جريان هذا المعنى الفاحش، أشيخ التيمية وأمته الأمويون أم أو المعارض.